طبعا التنسيق تم عن طريق مؤسسة جدابية للراليات ومناشط سياحية، فتم قبول التنسيق مع الأخوة من دولة الجزائر الشقيق ومن أخوتنا الليبيين من منطقة الغربية، من طرابلس، من ترهونة، من زلطن، من مصراتة، ونحيوهم على هذه اللفتة الطيبة، يعني لفتة جميلة وأول مرة يعني تصير عندنا في جدابية أنا، اللي هو عرض السيارات الكلاسيكية. ويعني نتمنى يعني نشد على ايديهم ونشد على الجهات المعنيه يعني دعم الشباب ودعم مثل هذه النشاطات، يعني كيف ما تقول يعني لتعبئه الفراغ للشاب، يعني الشاب هو اللي مضرته وانحرافه، يعني هو الا الفراغ نحن انا متمكن فينا ومتمسك فينا، لكن الحمد لله تو يعني بفضل رجالنا في جدابيه وفضل قيادتنا الحكيمه لتنشيط وتشجيع الشباب في مثل هذه النشاطات. ونحن طبعا من جدابية، يعني تم تكليف مؤسسة جدابية وتنظيم مع أبناء شباب جدابية، وإن شاء الله يعني تقعد بادرة كويسة، ومن هذه الانطلاقة إن شاء الله نبدو رحلة عالم السيارات الرياضية بإذن الله. والله الأجواء وش نقول لك، جواء رائعة، ما ناس كما نقولوا استقبلونا بأحر الاستقبال. فرحنا في ليبيا بكل صراحة، فرحنا في ليبيا لأننا كنا لأول هذه أول خرجة لنا وأول ملتقى خارج الجزائر اللي حضرنا به في ليبيا، وشفنا يعني الحق، شفنا إقبال كبير من عند الليبيين وحفاوة الاستقبال. الرحلة بدأت كنا مع لحقتنا دعوة من نادي الفولكس تاع ليبيا، جينا هنا وزدنا نسقنا مع جمعيات أخرى من بينهم نادي الراليات والأصفار اللي في جدابية، ودرنا الحق، درنا يعني قلعنا دينا المسار من 15/4 وسرنا في المسارات وحبسنا في مدن وشفنا عدة مدن ليبية وتعرفنا بناسها، والحمد لله والله غير رحلة ممتعة بكل حذافيرها. ما يعني كان السفر بعيد وفيه بعض المشقة، بصح الاستقبال وحفاوة الاستقبال اللي صارت من عند الإخوة الليبيين خلتنا مرتاحين، والله غير مرتاحين بكل صراحة. ونوم الشباب الحمد لله جانا، وصلنا على بسياراتنا الفولكس هذه، وجانا لمدينة جدابية رحبت بينا ربي يبارك. نحب نشكر المؤسسة جدابية وعلى رأسها صديقنا غيت العجالي، والله يبارك فيه، وأهل جدابية ما قصروش، رجال الأمن والداخلية والجيش تأمين الله يبارك، وكسكن وكعاشة الحمد لله، وبسم الله ما شاء الله على بلادنا، وإحنا رسالة وصلناها للوطن العربي بالكامل والعالم أجمع أن ليبيا في أمان والحمد لله والأمور طيبة، وجونا أخوتنا من الجزائر حتى هم نحب نشكرهم، حوالي فوق 2000 كيلومتر بسيارات قديمة تشبح فيها قدامك، وبارك الله فيهم، ونحب نشكرهم طبعا دولة الجزائر الشقيق وهلبة من دول عربية مشاركة هذا الملتقى، واسمه ملتقى العشاق والسيارات الكلاسيكية طبعا على مستوى شمال أفريقيا، والملتقى الأول هو يعتبر، والحمد لله هاي استضافتنا جميع المدن وإحنا جايين من المنطقة الغربية، والحمد لله سرت وعندك بن جواد حب نشكرهم حتى هم، والبريقة الله يبارك حتى هم استقبلونا، واليوم ما جدابية عندنا لي يومين الحمد لله الله يبارك، مش مقصرين الشباب كلهم وعلى رأس المؤسسة مؤسسة جدابية، وغضوا بإذن الله متوكلين لبنغازي حتى هي لنا الشوق لها الحمد لله يا ربي، وفي مهرجان كبير بإذن الله ومنظمين تنظيم الله يبارك، وبإذن الله ناويين احنا نتكلم باسمي واسم جروب محبي الفولكس، نتجه لدارنا الحبيبة ومناطق الجبل بالكامل، الجبل الأخضر حتى هو بندور عليهم دورة ورسالة سلام بإذن الله، وهذه هوايتنا وبإذن الله مش مقصرين بإذن الله، ولا أنتم قصرتوا أهل جدابية. أول شيء حبيت نشكر الإخوة الليبيين وخاصة مؤسسة جدابية للراليات والنشاطات السياحية، وخاصة تاني الإخوة الليبيين اللي رحبوا بينا وكان ترحيب جد قوي، نشكرهم خاصة ويعطيهم الصحة بزاف بزاف. الأجواء يعني في الطريق كان طريق طويل حوالي 2000 كيلومتر
كان فيه بعض المشاكل، سيارات عطلت وكذا، لكن لما وصلنا لليبيا كما يقولوا خشينا لليبيا كانت الأمور والله حتى تنسى التعب بتاع الطريق، تنسى كل شيء، خاصة كيف استقبلونا والطريقة اللي استقبلونا بها، والله صراحة طريقة بزاف شابة ما تراها في حتى مكان. مشارك في التجمع الأول لملاك وهواة السيارة الكلاسيكية في شمال أفريقيا والوطن العربي، طبعا مشاركة بدأت من يوم 18 داخل ليبيا، واليوم إن شاء الله في مدينة جابية. طبعا كانت هذه أحد المحطات بعد المدن اللي قبلها. طبعا الاستضافة كانت عن طريق مؤسسة الجابية للراليات، وكذا طبعا نقدم كل شكر وتقدير لرئيس المؤسسة سيد غيت العجيري. طبعا إن شاء الله راح تكون الوجهة لباقي المحطات لمدينة بنغازي يوم 26 ويوم 27، وكذلك الوجهة للنهاية أو نقطة النهاية راح تكون إن شاء الله في مدينة درنا اللي هو مع أخوتنا الجزائرية، اللي هم راح تكون جولة داخل مدينة درنا وتعرف على الأثار الفيضان اللي حدث في مدينة درنا. شكرا لك. طبعا رحلتنا كانت بداية من زوارة، اللي هي خمسة محطات: زوارة، طرابلس، مصراتة، سرت، جدابية، بعد جدابية اللي هي بنغازي بإذن الله. فاستقبلنا أخوتنا الجزائرية سياراتهم الكلاسيكية، وبإذن الله تو بعد جدابية ننطلقوا غدوة بإذن الله لمدينة بنغازي. بعد مدينة بنغازي كان سخر ربي بننطلقوا إلى مدينة درنا بإذن الله، وهدفنا اللي هي تعاطف مع مدينتنا درنا زهرة ليبيا، ونترحم على شهداء درنا إن شاء الله. وبالمرة يعني نحب نشكر النادي الجدابية للرياضات الميكانيكية والمؤسسة لا إله الله، مؤسسة الرالي للرياضات الميكانيكية اللي استضافونا في مدينة الجدابية، وكانوا موفين ومكفين بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله ديما ملمومين على الخير يا رب العالمين إن شاء الله. أتقدم بالشكر لأهلنا في جدابية اللي استقبلونا اليوم، الحمد لله يا ربي بارك الله فيهم، بارك الله في الشباب جميعا. وكما نقدم الشكر لأخونا غيث العجيلي من مدينة جدابية والشباب اللي معاه والمذيعين والناس المرور والمديرية، وما في حد مقصر معانا الحق بارك الله فيهم وكل. ونشكر جروب الفلكس وجروب المطوات وني مالك لمجيء، ونقدم بالشكر إلى كل الشباب الذين مواكبين هذا الموقف بمجهودات ذاتية وبارك الله فيهم، ونشكر كل من ساهم في هذا إنجاز هذا العمل